اه دير نصك اخو. صباح الخير عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد مع بايكر ميد. لقيتوني خارج مع السبعة ديال الصباح، كما كتشوفوا مازال الظلمة صافرة. انا والمدام ان شاء الله الوجهة، خليكم معايا باش نكتشفوا جميع الوجهة فين غادي نمشيو. غادي تكون ان شاء الله الصافرة رقم واحد مع هاد الايروان هادي، حيت صراحة من نهار جبتها ما سافرت بها، ما ضربت بها طريق، ضربت بها الطريق هنا في النواحي ديال سيطوان، ولكن يعني شي تسافر هكا بعيدة لشي مدينة أخرى لا، كنت كنمشي حدي أصيلة. أما الآن غادي نزورو الحباب إن شاء الله. أشنو المدينة بغيتو نمشيو ليها؟ يا باش نبداو، قنيطرة، سلا، الرباط، كازا، أكادير. بسم الله على بركة الله، الإيروان كتسلم عليكم، ولكن فراسكم واحد القضية الإخوان. أول حاجة هي خاصني ندير الفيدونج الموطور، لقيتش الوقت باش نقاد الفيدونج مع الخدمة. دابا لقيتوني غادي نمشي عند واحد الأخ في كاين إينا مدينة، خليكم معايا باش نكتشفو. واش بغيتو نحط لكم كلشي دقة واحدة؟ أبشوي عليكم البورة ديال ليسونس شعلات، غندوزو ان شاء الله ستاسيون نديرو ليسونس ديالنا عاد نكملو الطريق. صافيرة على الصباح باقي الظلمة، يا سلام كنربحو الوقت، الوقت من ذهب. ومن الاخوان الى كان كيعجبكم هادشي اللي كندير ما تنساوش توصلوني الفيديو الالف لايك ان شاء الله. ما كاين الجديد الجديد، الضو ديال سبورتيف ضعيف ضعيف ضعيف. المود بي تروازيام 59 في السخونية، صراحة ما كاينش شي برد هنا بعدا في النواحي ديال سيطوان. المدام شادة السون اللور، صراحة الجلسة في سبورتيف اللور معدبة، ولكن ما عندنا ما نديرو، خص هذا يصبر على هذا. أنا كنحب السبورتيف، ما عندها ما دير، خلقت لأقود السبورتيف. المهم الإخوان ما نطولش عليكم بزاف، أنا عارفكم ما كيبان لكم والو، كيبان لكم ما الطابلو في هاد الطريق هاد، واحد شوية ونتلاقاو إن شاء الله. المراقبة ديال الجندارم، المراقبة ديال الشرطة، غادي نحاولوا إن شاء الله نشوفوا الكونسوماسيون ديال الإيروان في الطريق طويلة في التصافير بحال هكا، حيت أنا كتقيس ليها الكونسوماسيون غير في النواحي، يعني كتكون غادي بدوزيام تروازيام. درت 225 درهم ديال ليسونس. شحال ديال الطيارة الإخوان؟ شوف شوف تبارك الله الإخوان، لقيتوني في الطريق ديال طنجة اتجاه لوطاروت إن شاء الله. عرفتوا الإخوان واحد الأجواء، اللهم بارك، كنتو تشوفوها في الواقع راه داكشي، يا سلام وحق الله. اليوم واحد الجو زوان تبارك الله، من بعد ما درمو هادي الرمايك منتاقش فيهم دوبلو هادي بعدا البيراجة هادو، الصراحة قاصحي رطبين ماشي ديال تكي، وعاد دابا راه فيهم الندى على فيو كي داير تبارك الله. هنا راه الصراحة كاين شوية ديال البرد، حسيت بيه غير في الموطور بدا كينقص فيه الدوكري. واخيرا الاخوان وصلنا للدخله ديال لوطوروت، 45 كيلومتر الاخوان، وعيتني وحق الله في الفيراجات دو بلاص ثقل، شحال ما سافرنا شحال ما شدينا الطريق، مازال ما فطرت لا خصنا نوقفوا شي بلاصه نفطروا ان شاء الله. طرق السياره بالمغرب، مرحبا بكم. الرمايك فحال هادو كيبقاو يلوحو داك المزرار، ايوا اللي خادش لينا الموطور فيزير د الكاسك. هاد واحد البرد الاخوان كي داير تبارك الله، وكاينه عفوا طبعا
عدت اليكم من جديد. وصلنا لواحد البارتيه فيها الاصلاح. دابا يلاه ضارب 128 كيلومتر في البلان، غنشوفوا شحال الكونسومات في 128 كيلومتر، شحال ديال الفلوس، واش كاين شي، واش نزيدو نطولوا الطراجي ولا داكشي حدو قدو. درهم الكيلومتر بالضبط. وما الاخوان كل ما في الامر، جينا وقفنا هنا في الباركينغ ديال ستاسيون ايدروبو، كلينا اللي قسم الله. دابا نكملوا الطريق ديالنا. ترى درهم الكيلومتر اخوان الروينة، ولكن ترى لا فيتاس اللي كتغادي بها عاود المهم مع دو بلاص مع الثقل ديالنا، بقات لينا نص الطريق ان شاء الله نوصلوا. فين غنمشيو دابا؟ المهم الاخوان غادي ندوزو السلا، نديرو الفيطونج ديالنا تما، عاد غاتجي البارت 2 ان شاء الله. الوجهة الثانية، واو 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 الاخوان، ترى كاين واحد البرد ما يمكنش. واخيرا الاخوان وصلنا للرباط سالا، وهذا اليوم سعيد مبارك. ما بقاش بزاف دابا، صافي دخلنا السلا دابا ديريكت. ايوا الاخوان ديال السلا الرباط، كاين شي ترحيب ولا والو؟ ماكو كدا بخير، كلشي مزيان، الله يحفظك. اخوان لقيتوني جيت لعند الاخ هشام، رقم التليفون ديالو والشعار ديالو تبارك الله هشام طياره. جيب الخبز. شنو كدير دابا سي هشام؟ ديغنوستيك. لقيتي شي بروبليم تما؟ باقي دابا كلشي مزيان. انا غادي كنقلب. ما كاين والو. لقيتي والو؟ مزيان. الكابتور هي مزيان تشوف. الشيخ هانت. 99.